أوكرانيا بدأت بحث الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بأكمله بتوجيه ضربة مباشرة لإيران، وذلك لأسباب مهمة قد ذكرها هذا الرجل أحد كبار مستشاري الرئاسة الأوكرانية وهو بودولياك. أشعل الأمور تماما وقال بأن على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بأكمله أن يتوقف عن عملية فرض العقوبات اللا فائدة منها، فإيران تستمر في إرسال طائرات المسيرة وأسلحتها المتقدمة لروسيا، وروسيا تستخدم هذه الأسلحة على الداخل الأوكراني، وعلى هذا الأساس عليكم بضرب المصانع الخاصة بالطائرات المسيرة في إيران مباشرة لإيقاف إرسال هذه الطائرات المسيرة والتوقف عن العقوبات التي لا فائدة منها. وأشعل الأمور بهذه التغريدة بهذا الشكل الصريح والمباشر وقال الآتي: إيران التي تخطط لتعزيز إمدادات الصواريخ والطائرات بدون طيار لروسيا تذل بشكل صارخ مؤسسة العقوبات الدولية، من المهم التخلي عن العقوبات غير الفعالة ومفهوم قرارات الأمم المتحدة غير الصالحة والانتقال إلى أدوات أكثر تدميرا وتصفية المصانع واعتقال الموردين. تصفية المصانع تماما، وهذا يوضح رسالة كبيرة جدا من أوكرانيا بسبب أن هنالك معلومات قد تحدث عنها هذا الرجل رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بودانوف. هذا الرجل هو الذي أشعل الأمور وهو الذي جعل بودولياك أن يضع هذه التصريحات، لأنه كشف بمعلومات استخبارية عسكرية مهمة بأن روسيا قد تحصلت الآن من إيران على 1700 طائرة من الطائرات المسيرة الإيرانية من نوع شاهد 136 المفخخة، وبأن روسيا استخدمت حتى هذه اللحظة 540 طائرة فقط من 1700 طائرة، وهذا يعني ببساطة بأن لا زالت لدى روسيا العديد من هذه الطائرات المسيرة في ظل تهديدات خطيرة حول الشتاء واستراتيجية الشتاء التي تريد أن تتبعها روسيا على داخل الأوكراني، وذلك من خلال ضرب البنى التحتية للطاقة. تريد روسيا بشكل واضح، وتحدث عن هذا الأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأننا نريد ضرب البنى التحتية، ضرب الطاقة الموجودة في أوكرانيا، تدمير الكهرباء، إنهاء التدفئة، وبالتالي محاولة إخضاع الأوكرانيين لكي تنتهي الحرب بالشروط الروسية، خاصة وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لوحظ بأنه قام باجتماع كبير واجتماعات كبيرة مع القيادات الموجودة في الداخل الروسي، وذهب إلى بيلاروسيا واجتمع مع الرئيس البيلاروسي وعاد مرة أخرى وقام باجتماع كبير وتحدث عن المسائل النووية ورفعت جاهزية النووية للقوات النووية الروسية إلى أكثر من 90%، وبالتالي هو لديه رغبة في التقدم وفي الضغط بشكل أكبر على الأوكرانيين، خاصة وأن هنالك مناورات كبيرة قد تم الإعلان عنها بشكل مباشر بين القوات الروسية والقوات البيلاروسية على الحدود مع بولندا وبالقرب من الحدود مع أوكرانيا، في ظل تقارير مهمة قد صدرت من الغارديان البريطانية على سبيل المثال، وحتى الاستخبارات الأوكرانية تحدثت بأننا قد نكون أمام هجوم على كييف مباشرة قادما من بيلاروسيا في نهاية شهر فبراير القادم من عام 2023، وهنالك تطورات خطيرة فيما يجري من الداخل البيلاروسي وتحديدا لدى الجيش البيلاروسي يجب أن ننتبه إليها. العربات التي ترونها للجيش البيلاروسي هنا فجأة وأثناء هذه المناورات وعلى الحدود البولندية وكذلك على الحدود الأوكرانية ظهر عليها حرف، هذا الحرف إذا ما اقتربنا فأنت أمام حرف كي. هنالك صورة واضحة أخرى بأن فجأة الكل موحد بحرف واحد ألا وهو حرف الكي. هذه تقريبا تشبه تماما ما شهدناه نهاية العام الماضي من مناورات كبيرة قد ظهرت للقوات الروسية وظهر عليها حرف الزت الذي اشتهر بشكل كبير لدى القوات الروسية مع العملية العسكرية الروسية التي أعلنوها في نهاية فبراير من عام 2022 في 24 تحديدا من فبراير، وبالتالي عندما تلاحظ فإن حرف الزت قد اشتهر وها نحن الآن فجأة القوات البيلاروسية تحمل حرف الكي، وبعض الأوكرانيين وجدوا أن هذا الحرف قد يعني
كييف، حتى بعض الروس بدأوا يجدون بأن هذا قد يعني كييف، أي أن هذه القوات البيلاروسية ستتقدم إلى كييف، وهي أيضا تعطي توحيدا مهما جدا لهذه القوات عند الاشتباك، عند الانقطاع عن الاتصال، لكي أيضا تبتعد عن مسائل الاستهدافات أو الفريندلي فاير أو الضربات أو النار النيران الصديقة. ولكن بشكل عام البعض وجد بأننا أمام إشارة خطيرة لما ممكن أن يكون قادما. وعلى هذا الأساس الأوكرانيين طالبوا بشكل واضح أن تكون هنالك ضربات على المصانع الإيرانية للطائرات المسيرة لإيقاف تدفق هذا السلاح، لأننا أمام تقارير أيضا لإرسال الصواريخ البالستية الإيرانية إلى داخل الروسي لاستخدامها في ظل شتاء قارص، وأن منظومة الباتريوت لم تجد ولن تجد طريقها على الأقل حتى 4 أو 5 أشهر أو 4 أو 5 أشهر القادمة إلى الداخل الأوكراني، لأن الأوكرانيين بحاجة للعديد من التدريب وللتدريب على هذه المنظومة، ولأن الأمور خطيرة للغاية بالنسبة لهم، ولأن فلاديمير بوتين لديه المبادرة الكبيرة في هذه الحرب. فبالنسبة لفلاديمير بوتين هنا، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار كل هذه التفاصيل التي سنتحدث عنها اليوم، بأن فلاديمير بوتين الآن لو تقدمت القوات الروسية مباشرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف وتمكنت من عملية السيطرة عليها، فهذا سيعني بأن فلاديمير زيلينسكي سيغادر إلى ليفيف، وسيعني قيام نظام جديد وحكومة جديدة أوكرانية، ليست بالضرورة ولا يعني بأنها ستتحول إلى حكومة روسية، لا أبدا، هم يريدون فقط تغيير النظام لكي يصبح النظام مواليا لهم بدلا من النظام الحالي الذي تعتقد روسيا بأنه يريد حلف الناتو. وأساسا قد طالب فلاديمير زيلينسكي بهذه المسألة، وبالتالي تصبح أوكرانيا تنتمي وتميل إلى روسيا مثل بيلاروسيا، وبالتالي يتحقق حقيقة بأن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو. ولكن الأهم من هذا الأمر بأن القوات الأوكرانية ستشعر وستتجمد تماما في عملياتها، لأن مركز القيادة قد توقف، قد انهار تماما، والرئيس الأوكراني أصبح عبارة عن شخص في ليفيف سيكون مطاردا من هذه الحكومة الموالية لروسيا، وبالتالي لاحظ الخطر الوصول إلى كييف كيف سيغير الأمور. وجمود القوات الأوكرانية هنا سيعني ببساطة السيطرة على أقليم دونباس بالكامل، لأن القوات الأوكرانية لن تقاتل، وكذلك القوات الروسية ستصل وستسيطر على مدينة زاباروجيا التي حتى هذه اللحظة لا تسيطر عليها، وبالتالي ستكون لديها سيطرة كبيرة في هذه المنطقة، وسيعني تأميم بحر آزوف، ولن تتمكن أوكرانيا من فعل شيء تجاه هذا الأمر. أيضا التقدم لخيرسون، بل الوصول أيضا لأوديسا وتأمين في نهاية المطاف شمال البحر الأسود، ستتحقق كل أهداف العملية العسكرية التي بحث عنها بوتين بمجرد النجاح في اقتحام كييف وتحقيق هذه الأمور التي نتحدث عنها، بل إنه سيفتح الباب أيضا للقوات الروسية بعد السيطرة على أوديسا أيضا التقدم للسيطرة، أو بالحقيقة الأمر إعلان إقليمي ترانزنيسترا الذي يأتي إلى شرق مولدوفا. وترانزنيسترا أساسا مع انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، فقد تغيرت طبعا الأمور في التسعينيات. إقليم ترانزنيسترا فيه روس، وهؤلاء الروس يريدون البقاء مع الاتحاد السوفيتي، مع الروس. مولدوفا تريد أن تذهب مع أوروبا والعالم، وكان هنالك صراعا، بالتالي هي دولة غير معترف بها، ولكنها لا زالت تحمل شعار الاتحاد السوفيتي، وبالتالي بالنسبة لروسيا هذا السيناريو لن يحقق فقط مسألة نجاح العملية العسكرية بالكامل التي أعلنت بداية هذا العام في فبراير، لا أبدا، بل إنها أيضا ستعني تحقيق روسيا الجديدة، نوفو روسيا. هذا هو الأمر الذي سيتحقق بالنسبة إليهم إذا ما تم السيطرة على كييف، وهذا يوضح لماذا الأوكرانيين بدأوا يضغطون، لأنهم بدأوا يجدون خطر التقدم من قبل بيلاروسيا مباشرة، وبأن أساسا يجب أن ننتبه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه الأرضية كاملة للقيام بهذه العملية التي تحدثنا عنها. مركز ليفادا الروسي المستقل وضح بإحصائية جديدة في 22 ديسمبر، اللون الأزرق الغامق واللون الأزرق الفاتح، هو يعبر عن رضا ورغبة الشعب الروسي في استمرار العملية العسكرية في الداخل الأوكراني. وواضح أنت أمام 41% و30%، بمعنى 71% من الشعب الروسي داعم لاستمرار العمليات العسكرية في الداخل الأوكراني، بل إن أيضا مصادقة الشعب الروسي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي الآن على مستوى 81%. لاحظ في شهر ديسمبر كل شيء واضح الآن، 81% الشعب راضي تماما في روسيا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في شهر سبتمبر كان 77% مصادقة الشعب الروسي على بوتين، 79% وارتفع إلى 81%، رغم أن البعض يعتقد بأن الرجل لا يحظى بشعبية أو غيرها، ولكن هو يمتلك الأرضية الشعبية للقيام بكل ما تحدثنا عنه الآن. ولهذا ترى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول بأن هذه المنظومة منظومة الباتريوت إذا دخلت سندمرها، وحتى الكرملين قال سندمرها وهي هدف حيوي بالنسبة لنا وسنستهدفها. وكذلك في نفس الوقت هناك مقطع فيديو، ودعونا نأخذ الصورة الكاملة لهذا المقطع المهم. نشره طبعا الروس بهذا الشكل الذي ترونه، يوضح بأن كريسمس أو أعياد الميلاد في عام 2021 كانت شكل، والآن كريسمس في عام 2022. ليس هنالك كهرباء في أوروبا، في رسالة واضحة لأوروبا، هذه ليست لأوكرانيا أبدا، توضح بأنهم غير قادرين لأوروبا على الوصول للطاقة الكهربائية، وبأنهم لم يتمكنوا من الاحتفال بشكل طبيعي. وبعدها وضحوا أيضا مقطعا لكريسمس عام 2023، كيف ستكون وسيكون الحال في ديسمبر عام 2023. وضحوا بأن أوروبا ستكون فقيرة للغاية، ليس هنالك طعاما، ستعانون كثيرا إن استمريتم في هذه الحرب. وبالتالي لاحظ التحدي الكبير الموجود بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك ما يأتي أيضا مع تحديدا أوكرانيا وأوروبا بأكملها. وكذلك كانت هنالك معلومات مثيرة قد نشرت اليوم من مصادر استخبارية نشرتها عدد من الصحف الإسرائيلية بشكل مثير، بأن القوات أو تحديدا روسيا الآن هي لديها فائض من طائرات سوخوي 35 من صفقة كانت قد حققتها مع جمهورية مصر العربية. وبأن هنالك التفاصيل الغربية التي تحدثت أن 24 طائرة من هذه الطائرات ستسلمها روسيا إلى إيران، بسبب أن إيران تساعدهم كثيرا على هذه الحرب التي تأتي على أوكرانيا. وعلى هذا الأساس هنالك طيارين إيرانيين الآن بحسب هذه التفاصيل التي نشرت على صحف مثل I-24 الإسرائيلية أو Times of Israel، أكدت بأن هنالك طيارين إيرانيين يتدربون على استخدام هذه الطائرات، وبأن الدفعة الأولى ستكون 24 طائرة، وبعد ذلك ستكون دفعة أخرى لتكتمل 60 طائرة من فائض إنتاج من الصفقة مع مصر ستأتي إلى إيران. والأمر طبعا مقلق بالنسبة للإسرائيليين، لأن الإيرانيين بدأوا يتمتعون بالعديد من التفاصيل، لديهم تخصيب يورانيوم بنسبة 60%، لديهم أيضا كلاما عن مسألة الحصول على مساعدة في النووي، منظومات دفاعية مثل الأس 400 وغيرها. هذه المشاركة أصبحت مقلقة للغاية، ولا بد من مواجهة إيران وضرب إيران بحسب ما يطالب الأوكراني. لكننا دعونا نتذكر بأن زيلينسكي قد حقق الكثير في زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الكونغرس، وبدأت الأسئلة توضع عن مسألة كيف تريدون أن تنتهي هذه الحرب. واحدة من الأسئلة لهذا المؤتمر الصحفي المشترك بين بايدن وبين زيلينسكي، كيف تريدون الحرب أن تنتهي؟ وطبعا دراسات من هذا الرجل، مثل هذا الرجل هذا هو أحد الخبراء الذين تابعوا هذه المسألة، وهو مايكل هورويتس. الرجل كان قد تحدث إلى RFI بهذه الطريقة عن طبيعة ما الذي يريده الغرب من زيلينسكي بعد دعمه بالأموال الكثيرة، 1.8 مليار دولار كحزمة عسكرية. الكونغرس وافق على 44.9 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية لعام 2023، بالإضافة طبعا لمنظومة الباتريوت ومنظومة الصواريخ JDAM. وبالتالي الحديث الأكبر هنا بأن زيلينسكي صحيح بالنسبة لمايكل هورويتس قد نجح في إقناع الغرب على الحصول على الكثير من الدعم، ولكن في نفس الوقت هو يجب أن يراهن على مسألة التقدم العسكري، بمعنى آخر بأنه بحاجة أن يحقق تقدما عسكريا أكثر على الروس في الفترة القادمة لاستمرار الدعم، وإلا الغرب لن يجد نتيجة إذا ما صمد الروس في هذه المعركة وتمكنوا من إبقاء الأوكرانيين خلف هذه الخطوط أو في المواقع التي يتواجدون فيها، أو أن الروس فجأة بدأوا يتقدمون على الأوكرانيين، أو بدأوا على سبيل المثال يضغطون على العاصمة الأوكرانية كييف. لا فائدة، وبالتالي ستكون هنالك خطورة كبيرة جدا في هذه المسألة. زيلينسكي تريد التقدم وتريد الحصول على المال والدعم، يجب أن تتقدم عسكريا. في نفس الوقت بالنسبة لروسيا هذا يعني علينا الصمود، علينا التقدم، علينا الضغط على العاصمة وسنربح المعركة، الغرب سيوقف كل عمليات التمويل. والمتحدثة باسم القيادة وقيادة العمليات الجنوبية لأوكرانيا تحدثت عن إعلان النصر القادم الذي سنراه في داخل أوكرانيا، وهذه شبه جزيرة القرم، والحديث عن ميكولايف أوبلاست. هذه الحدود هي تأتي لميكولايف وأقليم ميكولايف، هذه النقطة التي ترونها وهي شبه جزيرة كينبرن، حتى هذه اللحظة من ميكولايف
ميكولايف مسيطر عليها من قبل القوات الروسية، وبالتالي قالت بأن القوات الأوكرانية ستحاول السيطرة على هذه المنطقة تحديدا، وذلك من أجل أن يعلنوا أن هذه المنطقة ميكولايف أوبلاست بأكملها قد تم تحريرها، وبالتالي أمام إعلان كبير. وهذه مسألة مهمة لأنها ستفتح الباب للتقدم على خيرسون، للضغط على القوات الروسية، يحاولون التقدم من زاباروجيا أيضا من أجل الحصول على أكسس هنا مرة أخرى نفوذا على بحر آزوف، وكذلك فتح الباب للتقدم بهذه الاتجاهات. هم بحاجة لتحقيق مثل هذه الصفقة لكي يستمر الدعم الغربي، وإلا فإن الطموح الكبير للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعملية تحرير مرة أخرى شبه جزيرة القرم كما هو يتحدث، فالغرب لديه شكوك في هذه المسألة ويعتقد بأن هذا طلب مبالغ به.